نقلة تانية خالص طبعا. النادي الأهلي أحسن نادي في الوطن العربي في أفريقيا كلها، وشرف لأي حد بيمثل النادي الأهلي. طبعا الأهلي نادي كبير وأي حد يتمنى يلعب فيه. أنا النادي الأهلي كان متابعني من أسبوعين كده بالظبط، الكلام كان مع السمسار بتاعي كابتن وائل سعيد وعن طريق كابتن حمد أبو راضي، وظبطوا الدنيا. وكان عندنا ماتش مع اتحاد الشرطة بعدها، جيت وخلصت الدنيا كلها هنا. طبعا منافسة جامدة جدا، وشرف لي إن ألعب جنب أي حد من نجوم الحضارة قلت عليهم. ان شاء الله انا هشتغل واجتهد عشان اوصل ان انا احط رجلي في الملعب وموجود. كلمني كابتن علامه يهوب، قال لي شد حيلك انت لعيب كويس وربنا يكرمك وعايزك تحط رجلك بسرعه وكده. وكابتن سيد عبد الحفيظ برضه اتكلم معايا كويس جدا، وكابتن حسام استقبلني استقبال رائع النهارده، هو والجهاز الفني كله، وقال لي شد حيلك وان شاء الله الدنيا هنسهل لك كل حاجه عشان تبقى موجود معانا. طموحاتي طبعا ان انا ابقى موجود في الملعب والناس تشوفني، وبقول للجماهير انا هبذل قصارى جهد يعني عشان ابقى موجود واثبت لكم ان انا لعيب كويس.